في قلبي أناس أشعر بمعنى السعادة في تواصلي معهم، فيا رب اسعدهم سعادة أبدية، واجعلهم من حوض الكوثر يشربون، ومن حرير السندس يلبسون. يا خير من عرفتهم، أعيذكم بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيذكم بالله من فواجع الأقدار وغصة القلب وضيق الحياة. أعيذكم بالله من كل مرض ووجع وكدر وغم ومن سوء الحياة وشرها. أعيذكم بالله من الكآبة ومن ضيق يلامس قلوبكم وحزن يحتل عيونكم. أسأل الله لكم رزقا لا يعد وبابا للجنة لا يسد وبركة في الصحة لكم ولكل من تحبون. دعاء أنا لبعضنا البعض من خير ما نتهادى به في هذه الدنيا. مساءكم سعادة وهنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب الجميع يكون بصحة وعافية وهنا. اليوم بعمل محشي كوسة بطريقة سهلة وبسيطة وصحية، ان شاء الله يا رب تعجبكم. طبعا هوريكم الاول فيديو عن حالة البخار علشان اللي بيحب يشتريها او اللي بيحب يستخدمها استخدامه ليها الاول مرة. زي ما انتوا شايفين كده، دي حالة البخار او اللي هي حالة الرز، طبخة الرز يعني. شايفين هي دي شكلها، فيها زرار من هنا، ده اللون الاحمر وده اللون الاخضر. اول لما تبدأ باللون الاحمر بتنزليها تحت، ولما تفصل لوحدها هتبدأ تنور لك اخضر، معناها كده ان هي بدأت تشتغل. وهي بتفصل لوحدها، اول لما تلاقي الرز اتشرب فيها وتفصل لوحدها، وهي عبارة عن الغطاء الازاز اللي انتوا شايفينه ده البايركس، وتحتيها اللي هو المصفى، دي مصنوعة من الالومنيوم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس بتتحمل طبعا درجات الحرارة. تعملي فيها اي حاجة ممكن تسويها على البخار بجد، يعني هي مش للرز بس، بتعملي فيها كل اصناف اللي تخطر على بالك. ممكن تعملي الكفتة، ممكن تعملي المحشي، ممكن تسلقي فيها ورق الملفوف. دي بقى الحلة الداخلية ليها اللي بتحطي فيها اي حاجة، فهي لما بتضغط على الزرار ده بتسوي لك طبعا، بتنزل تحت، فهي اللي بتخلي الاكل ايه يستوي. يعني بتعرفي ان هي بتنزل، فخلاص بتحطي الزرار فيها بيكون في ضغط عليها فبتشتغل يعني. لكن لو ما حطيتيش عليها حاجة طبعا مش هتشتغل او هتتحرق اصلا يعني. فهي بتشتغل بالطريقة دي. وطبعا الحلة بتاعتها دي من التيفال، ما بيلزقش فيها الاكل طبعا، ما بيلزقش فيها الرز. وزي ما قلت لكم ممكن نعمل فيها اكلات كتيرة، ممكن نسوي على البخار المانتو، الفرموزة، الاكلات اللي هي بتاعت خاصة بالبلاد التانية بتبقى حلوة جدا. ممكن نعمل فيها كمان اكلات صحية على البخار، ففيها فعلا اكلات لذيذة جدا. بتيجي معاها المعلقة دي اللي طبعا منع برضو للالتصاق، وما بتخدش طبعا التفال. وبيجي معاها كمان الكوباية دي اللي بتعيري بيها الرز. بجد يعني حلة البخار دي او طبخة الرز انا بحبها جدا، مفيدة وعملية وسريعة. يعني ممكن تكوني على النار بتعملي شيء وتعملي الرز في حلة البخار، او تعملي الخضار التاني في حلة البخار. يلا نشوف مع بعض بقى محشي الكوسة. طبعا محشي الكوسة انا هعرفكم برضو على حاجة بتستخدم في تقوير الكوسة، انا اشتريتها وعجبتني. هي طبعا الات بسيطة ورخيصة، شايفين هي الالة دي اللي معايا، حاجات من البلاستيك المقاوم بس بجد حلوة جدا في تقشير الكوسة. وعندك ليها يعني اربع مقاسات بيدولك معاها، ممكن للكوسة اللي هي الحجم الصغير خالص او للكوسة اللي حجمها كبير. ممكن تعملي الكوسة زي ما هي كده وبيدخل جوه الالة دي وبتفريلك كل الكوسة اللي انت عايزة تعمليها، فبجد حلوة جدا. حبيت ان انا اعرفكم عليها علشان اللي بيحب برضو يشتريها او بيشوفها برا ومش عارف هي بتستخدم لايه. هي بتستخدم في الكوسة، في تقشير الكوسة. ممكن تعملي كمان بيها جزر لو بتحبي تحشي الجزر. اول شيء انا معايا الكوسة بالشكل ده، انا بحب اعملها بالمقوار اللي معايا، تدي لها شرشرة كده. يعني خسارة ان انت تحوشي
اللي في الكوسة ده، لأنه كله مفيد جدا، الحاجات الخضراء دي مفيدة، فما نقشرش الكوسة بسكينة، أحسن شيء إن احنا نقشرها كده ونحوش الغطا ده اللي من فوق وحتة من تحت بسيطة جدا، ما تحوشيش طبعا أكتر منها كده. لو بتحبي تقسميها على نصين بتقسميها، بتحبي تفري الكوسة زي ما هي كده، بتختاري الحاجة اللي بتدخل فيها اللي بتناسبها من الآلة دي، وبتحوشي القطعة وبتركبي القطعة التاني اللي بتحبي تعمليها. أنا مش بحب أعمل الكوسة تكون طويلة كده، بحب أقسمها على اتنين علشان يكون شكلها حلو وتكون صغنونة كده في التقديم وشكلها حلو على السفرة جدا. فأنتي طبعا بتختاري الحاجة اللي بتناسب ليها وتفريها بقى بيها، يعني دي كده مناسبة ليها للطويلة، وهتفريها بالشكل العادي، تفضلي ماسكة الكوسة وبتلفي الكوسة نفسها أو بتلفي الآلة اللي معاكي دي اللي هي المقوار دي بتاع الكوسة، بتلفيها كده بشكل حلزوني. أول لما بتلفيها بشكل حلزوني بيطلع معاكي بقى القالب بتاع الكوسة بالشكل ده، شايفين هي بتطلع كده بمنتهى السهولة وبتطلع لك في مرة واحدة من غير ما الكوسة تتقطع معاكي ولا يحصل لها أي شيء. أنا بجد عجبتني جدا، شايفين بتطلع بالشكل ده كده، بجد عجبتني جدا جدا وحسها سهلة وسريعة. معايا الكوسة دي عملتها برضو من برة باللي هي مشرشرة، بتديها شكل حلو وبقسمها نصين وبجيب الحجم المناسب ليها من الآلة دي وأعملها كده، لإما تدوري الكوسة لإما تدوري الآلة. شايفين بتطلع ازاي معايا؟ لو هي كبيرة شوية هتطلع معاكي من مرتين، مش كبيرة بتختاري الآلة اللي هتناسب ليها وتغيريها وتحطي المناسبة ليها، وبتطلع بقى معاكي بالشكل ده، شايفين بشكلها لذيذ جدا وحلوة جدا. وطبعا اللي جوه الكوسة أنا مش برميه، أنا بحتفظ بيه، بحطه تحت الكوسة نفسها، بعمله زي فرشة كده وبفرش بيها، وبحب أكله كمان، وممكن نعمله كمان بالبشاميل، بيطلع طعمه حلو جدا. يعني خسارة ان انتوا ترموا القالب اللي في الكوسة، لا ناكله مع شوية رز او نحطه لوحدي، بتطلع حلوة جدا. ده شكلها بيكون، شايفين بجد حلوة جدا وسريعة وبسيطة جدا في الكوسة. ويلا بقى نحشي مع بعض ونشوف احنا الحشو بتاعنا هنعمله ازاي. انا بحط اول شيء زي ما قلت لكم قلب الكوسة، بحطه من تحت، ممكن تحطي بصل، ممكن تحطي جزر، ممكن تحطي بطاطس، اي حاجة علشان ما يتحرقش الطبقة اللي معاكي من تحت، وهي مش هتتحرق في الجهاز ده لاني هتزيديها مثلا الشوربة او هتزيديها المية اللي انت هتحطيها لها، بتكون بكمية مناسبة. والرز زي ما قلت لكم انا عملته قبل كده، ممكن تعمليه بطريقتين، ممكن تعمليه كله على البارد، تحطي الطماطم مع البصل مع الثوم مع التوابل المحشي مع البقدونس والكزبرة والشبت، او ممكن تعمليها تصلصليها بالطريقة العادية. انا عملته بالطريقة دي وبحشي الكوسة، بحشي الكوسة بس بسيب منها الربع، يعني ما تحشيش الكوسة كلها علشان الرز ما يطلعش بره في الحلة ويفيض ويبقى شكله وحش. انا عايزة الربع بس الشكل ده كده، شايفين الشكل كده، وانضفها، عايزاها علشان الرز يطلع شوية صغيرين بيدي شكل حلو، يعني الكوسة ما تكونش على اخرها الرز بس يتملي، لا بحبه كمان يطلع من الكوسة شوية صغيرين من بره، بيدي شكل حلو للكوسة، هوريكم في اخر الفيديو ان شاء الله. وبرص الكوسة وهي واقفة كده، انا رصيت الكمية كلها بالشكل ده كده، وهروح انزل عليها بقى بالمرقة اللي عندي، او حتى لو مية عندك فيها، يعني زي ما بتحبي، هزيتها بالشكل ده كده لحد يعني ما تغطي لي الكوسة، وممكن كمان تحطيها نص الكوسة، لان احنا عارفين الكوسة مش بتاخد في السوا كتير، احنا يهمنا الرز نفسه ان هو يستوي معانا. وهحطها بقى في طباخة الرز ونقول بسم الله، وطبعا لازم اكون مشغلاها من الاول، وابدأ بقى ايه احطها في طباخة الرز، ونحط وندوس على الزرار اللي تحت ده علشان يشتغل معايا. وطبعا بعد نص ساعة تبدأي انت تشوفيها استوت ولا لسه، السوا طبعا زي ما انتوا بتحبوا سواها ايه، في ناس بتحب سواها يكون ميديم، او في ناس بتحبها مستوية جدا، على حسب ما انت بتحبيها ممكن تزيديها تاني لو لقيتيها اتشربت معاكي. انا هزيتها بس لنص الكوسة،
وهحطها بقى كده بالشكل ده، واغطيها بالغطا بتاعها ونقول بسم الله، ونسيبها لمدة تقريبا هتاخد نص ساعة. اول لما ولعت الاحمر كده اشتغلت معايا، بغطيها واستودعها الله، واشوفكم ان شاء الله بعد ما تستوي. وكده بعد ما مرت النص ساعة معايا، شايفين الرز طبعا باين عليه مستوي، واكيد الكوسة هتكون مستوية. هحطه بقى في طبق التقديم وهوريكم ان شاء الله. وكده حطيته بالشكل ده في طبق التقديم، وزينته بطماطم شكل وردة. اتمنى ان هي تعجبكم يا رب وتحبوها، شكلها لذيذ جدا، طعمها كمان طعمها خطير بجد. محشي الكوسة ده خفيف ولذيذ وصحي، من غير ما احط ولا نقطة زيت، بجد لذيذة. جربوها في طبخة الرز، ان شاء الله هتعجبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى شرحي لطبخة الرز، علشان في حبايبي طلبوها مني ان هي عبارة عن ايه، ووريها لنا، وان شاء الله هوريها لكم في اكلات تانية باذن الله. اتمنى الفيديو يعجبكم، واتمنى ان تكونوا استفدتوا منها، وكمان محشي الكوسة يكون عجبكم. بحبكم في الله، اشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.